تستمر هالأمطار على جزيرة فيلشة. أعتقد الفقع راح يكون بشكل كبير في جزيرة فيلشة السنة بفعل الأمطار التي هطلت عليها وما في دوس الحمد لله. يعني اللي يسأل دائما بس شوية يعني نهول علينا الوقع الأمطار مثل ما قلنا في فقع إن شاء الله في المناطق اللي هي المحمية، وهذا شيء جميل جدا.